مرحبا طلابي، اليوم الموضوع هو الفصل الخامس. هذا طبعا الفصل الخامس يحتوي على الكثير من المواضع القواعدية اللي رح ناخذها إن شاء الله بالتسلسل مع الترجمة والملاحظات الذهبية حتى تفتهموها. نبدأ بأول موضوع واللي موجود عليه تمرينين اثنين ومهمات وزارية أيضا، compound nouns، الأسماء المركبة. طبعا أنا أخذت صورة للقواعد باللغة الإنجليزية اللي عندكم لهذا الموضوع، ما حبيت أكتبها لأن عندنا المهم أنه أفهمكم وأعطيكم نبذة عن الموضوع ثم نأخذ التمارين. compound nouns، الأسماء المركبة، are nouns، هي أسماء that are made up، التي نستطيع عملها of two existing words، من كلمات رئيسية اثنين. some compound nouns، بعض الأسماء المركبة، are written as one word، تكتب ككلمة واحدة. يعني شنو؟ يعني لو نلاحظ هنا air و port، من كتبناهم airport معناها مطار كلمة واحدة، أوكي، يعني ما بيناتهم لا فاصل ولا مجال. others are written as two words، أما الأسماء الأخرى فتكتب ككلمتين، seat و belt معناها حزام الأمان، مخلين بيناتهم مجال حرف واحد، تمام؟ and some are hyphenated. hyphenated يعني نكتب بيناتهم فاصلة، تمام؟ car park طبعا هاي من الكلمات اللي تكتب ككلمتين، و post office أيضا. هسه رح ناخذ التمارين المهمة اللي موجود عليها منهجنا. في كتاب الطالب، كتاب students book، عندنا أول صفحة بيونت 5، أول صفحة بالفصل الخامس اللي هي let us do some sightseeing، خلونا نشوف بعض المناظر الطبيعية. عندنا هذه الكلمات make compound nouns by matching the words in the two columns. أول صيغة إلى إنه هي صيغة الربط التوصيل، هاي أول صيغة، تمام طلاب؟ خلينا نشوف المثال اللي نعطينا إياه، طبعا رح ناخذ الترجمة مالتها أيضا. boarding card يعني بطاقة حجز، أوكي، بطاقة حجز boarding card. to travel agency، وكالة سفر اللي عن طريقها يتم الحجز للسفر. five star hotel، فندق خمس نجوم. قبل شوية قلت لكم hyphenated، اكو بعض الكلمات اللي نخلي بيناتهم فاصلة اللي هي هذه الفاصلة، تمام طلاب؟ for package deal، package deal طلاب يعني معناها صفقة كاملة. يعني شنو صفقة كاملة؟ احنا نسميها هنا بالعامية حملة دار، الحملة دار اللي يلتزم بكل شيء، يعني الإقامة والأكل والسفر، تمام؟ هاي باكج ديل يعني اتفاق على صفقة كاملة. بيكت لانج، الغداء المعلب أو الأكل المعلب. سكي ريزورت، منتجع سياحي أو تزلج. كار هاير يعني تأجير سيارات، يعني نأجر سيارة أثناء السفرة هي تنقلنا من مكان إلى الثاني. self catering apartment يعني شقة مفروشة كاملة من كل شيء. sightseeing مشاهدة المناظر الطبيعية، و sea front يعني اللي هي واجهة البحر. خلونا نروح هسه للصيغة الثانية اللي عندنا بالوزاري. بالفصل الخامس lesson 1، الدرس الأول، عندنا تمرين مهم جدا، تمرين أي، use the compound nouns، استعمل الكلمات المركبة on page 44 of the student's book، هسه اللي قرأتها قبل شوية، to complete the sentences below، لإكمال الجمل التالية. زين طلاب، احنا مثل ما تعودنا وأنا علمتكم أنه ناخذ الكل جملة فالدليل، نستعمل بها فالدليل، ها بالنسبة للطلاب اللي ما يعرفون يترجمون، تمام؟ فالدليل حتى تكتب الكلمات هذه. هاي الكلمات ست شلون تجينا؟ تجيكم عيني على شكل فوق، يعني بوكس، صندوق، وتختارون من عنده. خلينا نشوف أول جملة. نمبر 1، if we get a، إذا حصلنا على فراغ، in Spain، في إسبانيا، we can buy food at the market، نستطيع شراء الطعام من السوق، and make our own meals، ونسوي وجباتنا بأنفسنا. إذا قدرت تحصل على شنو؟ طبعاً شقة، self catering apartment، شقة مفروشة كاملة، رح تقدر تشتري الأكل وأنت تطبخ بنفسك. 2، إذا بالمناسبة طلاب، نمبر 1 أنا مخيلة make our own meals، أنا مخيلة أنا دليل، أنتوا بعد الدليل اللي يعجبكم تريدون تخلوه مثل ما تشوفوه أنتوا براحتكم. 2، let us not go on، خلونا ما نروح إلى فراغ، to Italy، إلى إيطاليا.
It would be more fun. سوف يكون من الممتع جدا to choose أن نختار our own hotels. فنادقنا الخاصة and tours وسفراتنا when we get there. عندما نصل أنا إلى هناك. خلونا ما نروح لباكج ديل، صفقة كاملة اللي تتضمن اللي مثل قبل شوي قلت لكم اللي هي حملة دار عندنا. خلونا نروح احنا على حسابنا الشخصي ونتونس بالأماكن اللي تعجبنا. 3 I can't find my، لا استطيع ايجاد شنو فراغ. I will not be able to get on the plane، سوف لن اتمكن من ركوب الطائرة. If I don't find it، اذا لم اجده. شنو وعيني ما راح اقدر من اتمكن من ركوب الطائرة؟ طبعا boarding card، بطاقة حجز السفر، تذكرة مالتي مال السفر. هنا انا خليت لكم will not be able to get on the plane، هذا الدليل. 4 let us go for a walk along، خلونا نتمشى على طول او على امتداد، هذا الدليل مالتي. The شنو the sea front، على امتداد النهر. This evening، هذا المساء. And watch the sunset، ونشاهد غروب الشمس. Over the water، على الماء. 5 I don't like booking flights online، ما احب احجز بالطيارة online، على المباشر عن طريق النت. Let us go and buy our tickets، خلونا نروح ونشتري تذاكرنا. At that فراغ in السعد ستريت، في شارع السعد. شنو هي عيني؟ Travel agency. 6 If you order it now، إذا طلبتها هسه. The hotel kitchen، فندق مطبخ الفندق. Will make، سوف يصنع. A baked lunch، أكل معلب أو غداء معلب. For anyone، لكل شخص. Who is going on the tour tomorrow، لكل شخص راح يسوي أكلة اللي ذاهب برحلة غدا. 7 I spent the morning، قضيت النهار. At the beach، على الشاطئ. And in the afternoon، وفي بعد الظهيرة. We did some، فعلنا أو ذهبنا لرؤية sightseeing، مشاهدة المناظر الطبيعية. طبعا beach and the afternoon، هذا الدليل. I took lots of photos of the Roman temples، وأخذت الكثير من الصور للمعابد الرومانية. 8 You can't rely on public transport، لا تستطيع الاعتماد على public transport، على التنقل العام. On that island، على هذه الجزيرة. لاحظوا طلاب island مو ايسلند، الاس لا تلفظ. You should find، يجب عليك ان تكتشف. out about car hire so you can travel more independently، لذلك عليك ان تجد او تستأجر سيارة حتى تستطيع السفر معتمدا على نفسك. ناخذ هسه طلاب صيغة الثالثة للكمباوند nouns. طلاب عندنا بالستودنتس بوك، كتاب الطالب، الموضوع اسمه Have you ever stayed in a really unusual hotel، هل سبق لك ان اقمت في فندق غير عادي؟ يقول choose the correct ending for each quiz question، اختر الاجابة الصحيحة والنهاية الصحيحة لكل سؤال من ضمن هذه الاسئلة. تمام، نعطينا هنا من الواحد للثمانية بداية السؤال، وطالب من عندنا نختار من البوكس الكلمات اللي بالأحمر حتى نملي اللي فوق. انتبهوا طلاب، ترى هذه أسئلة وزارية يجيبوها من ضمن الماتشات. خلي نترجم اللي بالبوكس. You have ever eaten abroad، أكلتها بعيدا. By a taxi driver، من قبل سائق تاكسي. هليكوبتر، طائرة هليكوبتر. طبعا دي اللي هو مختارة. In a really unusual hotel، في فندق غير عادي. حقا. You have ever been to، ذهبت له مسبقا. Open top bus، باص مفتوح من الأعلى. A beach، ساحل. Passport while on holiday، جواز سفر خلال العطلة. خلينا نشوف ياه اللي راح تتلائم وياه. Number one، have you ever stayed in، هاي هو حالها، in a really unusual hotel، ما خبتي. Two، أزغر الشاشة حتى نشوف الإجابات. Have you ever
كامد اون، هل سبق لك ان خيمت على اني اختاريت لها جي ابيتش، هل سبق لك ان خيمت على الساحل. 3 هاف يو ايفر فلون ان، هل سبق لك ان طرت، انتبهوا هاي فلون تصريف ثالث للفعل، هل سبق لك ان طرت في، مختارت لها سي هليكوبتر. 4 هاف يو ايفر بين سايت سينج ان ان، هل سبق لك ان ذهبت مشاهدة مناطق سياحية في، مختارت لها اف اوبن توب باس، في باص مفتوح من الاعلى. 5 have you ever been cheated، هل سبق لك ان تم خداعك من قبل، اختارت لها بي باي تاكسي درايفر، من قبل سائق تاكسي. 6 have you ever lost your، هل سبق لك ان فقدت باسبورت وايل اون هوليداي، جواز السفر اثناء العطله. 7 what is the best holiday destination، ما هي افضل وجهه سفر ذهبت لها في العطله، اختارت لها E. You have ever been to. هل سبق لك الذهاب إليها؟ والأخيرة What is the strangest food؟ ما هو أغرب طعام؟ اختارت لها A. You have ever eaten abroad. أكلته في مكان عندما كنت مسافر أو كنت بعيد. لهنا طلاب خلصنا الكمباوند ناونز، نلتقيكم موضوع قواعدي جديد إن شاء الله. شكرا جزيلا.